الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وحش لي أن أقول دمبي حديثي أفرت لي فراغ أنس أبو طلحة إيو أم سليم لحيريري. الحديث 45 واليوحن لحديث يجلنا باب الصبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. النبي يقول لي هاي قفك أضيق بضم معها قفك ذاتك لك ده الذي يصرع الناس كثيرا قف أضيق بضن كل دنت يقان معها في الأضيق بضن أمرك اللي يرادو وأتكى أمرك اللي يرادو معني إذا معها ننمو القلع حوك لأدتك لك دي معها. وإنما الشديد أو إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لكن الشديد قفك أضيق وقفك نفس ديس حكمين كرا أما حكمية أو هنتا إجعان كدك مركي وعروضه بركي عرضوا اي كاتن بديسو مثلا اما اي كسيو تاني كاتن بديسو او يضو اي كمامولاتو او ماشي دونت اي كالا دعضو قفك مركو اسحكمايو او اسقبتو مركا ايام حالا ديه كرا قفك موقف اداد وضاك مركا لكم حالا قاتي بنادم هو عروضه ونوح إله سبحانه وتعالى كباري سيد قفك وقسلي أوكالي وغي أوكالي وقاد جوني أوكالي وهراضي وحي إله سبحانه وتعالى كباري أساها تيددك وحي كل دوي من كلي سيدي لو حكمي لها عرضاس قفك من عرضي حكمي أي مركة ضرورية وغيدي آني سيد دونت آني كايل لك هدي إذا إسكاكا وضطو وحتى يكون جالس سهار قف عرضي سي دمقت سي ما لا تجد عادي أما يكون جالس سهار قف نفس الدي سي أتكت تخلص قتست إذا ما كان هذا ولكن دردارا كي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يميت وذر يقول لا تغضب أعروني فردد مرارا إلا عروداي وح نورمالها وقف على الآن أهاني مركب مالها لكن وح اللي قالها اللي وح أبو ذر إن عرض وحا كرة تيميو أنا كل دقاقين يعني معنى عرض هذا سهف كلين مركز السرعة بضم الصاد وفتح الراء صاد كانوا قدين الصو راء دانو يكور ديك انت سرعة سرعة السرعة وأصله عند العربي من يصرع الناس كثيرا وهذا عربي قبل وغدي لي راه سرعة وانين لك دم بضم وضدك مركز صباح هذا يا أو عرك لقلا لوكا كك لصو دع كلصو دع وني سهلا ما كماه هذا كان لوش يجي السرعة نفسد هذا هنا نفسد هذا هرت يا لقد حديث كفرتني لحد عن سليمان ابن صورد رضي الله عنه قال: وحي كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لف ورجلان يست ورجلان يستب يستباني ورجلان يستبان يظل لبن اي سعايا اي وحالت يعني والحال رجلان لبن يستبان اي سعايا واحدهما لبن متكمدة قد احمر وجهه وجهي سي اي قدوت عصاري وانتفخت اوداجه هل بولياشي سيبا مركي وابو صمي وبرري عردرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كم ركوع فيه ركوع أركك كان سب بدلي لقيا بين لقى عيب بدي هو جي سب بدلي وهل بولي عشى سؤال برران وحول إني لا أعلم أن وحى نوها كلمة كلمة بان وقعها لو قالها إنك كان سيدا أعرضيها ضوء به لها لا ذهب عنه ما يجد وحول دليل يكتق لها كلمة ضوء به لها بمعنى وامحي هذه وش كان نقولها لو قال هذوله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت كده هذوله لا إلى بحن كم قال الشيطان كلا فوقي هذوله لا ذهب منه ما يجد
waxa uu dareemay uu ka tegi lahaa. Faqaluu lahu, markaasay u sheegeen, waxay yidhaahdeen إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعوذ بالله, بالله من الشيطان الرجيم. النبي يقول لك قول لي أعوذ بالله يسوء الله كما قال شيطانك. رواية المحاورين والبخاري ومسلم رواية كما قال قصور كما قال الله الشيخ يقول لي معناه وعلا حاني الجن كأيه لينين كأعوذ بالله يسوء إنه أو لو وقع سنة حديث ما كان سهلا نين الضبا حديث نوح موجينا يا أفكا مركو عروضة غليان بقلعه غليانك هو محي ديجا كره ديجا مركو كره حد كيس يقولوا دافع لك إياه وأنا قفك مركو هل استوي يا إني التبرسيون أنا ضغط الدم أنا بلد بشر وكله ضغط إنه في مركز هل استوي مركو مركو لب هاي مركو إلا معرية مركو anger management وحيد هان ما أنت رح يسكت ضيان إن قفك عربي سي لمعرية رح يسميه غليان ما له حد جستا ضمضان يورو كم ده وقف مركو عرض وجيرش وها مركا ماشي يال بابور معركتي وحل وحي جواري أو قديمة أو صوت توري كو مال هذا كان كسكو كلا بغوتور بابورت الباب كو إيمان يا الشلمات ديال وبحين يا حاجة جرون وين بروس يحلو دي بيا برد وين ماشي أسوق قلي وكان مركا وكعيل بحي أمر كم بوق بربورني كم بوق بربورني أمر مركو سؤال نفسه قال لي صبح على قف كان مركي عرض اي كبه ضغط وحب باهين واحد له ديستاتمنت انه ديستاتمنت صمد هون انه صمد ودي مو بيه بدو قنينه يميدو فير يميدو مركا وتن اقف مركو فير كتوره حاجه ونفسي العلين كان اقف مركو لك ده كدي وتل العلين كان مركو ديبك او غارسي كدي بو هليا مركي فرينك او دعاك كدي بو هليا مركي يدا لفر كدي بي دغيس مركاس شيخه يدا كغا سهر سوادك يدا سوي دين سوادك يبقى عروضه وشلب هذا كعريسي محاول مرتي ما هو بوش جريسي إلا زيرو تولرنس وكجار مركم عن كوضع عرضوا حال لها مركي جارتو مركي يقول درنتا مركو حال إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا تاجنت والله فريسة هذا تفدد والله صندع صدع ماشي والله جكع بوس كلا بدلا ولا ويسيستا وحيدا ويسيد بيها جيرك جاري ذبذبات كهربائية أي جيرك أوجد بيه كدي من قفكي ليجي كعسنا ودقيا وانا سألت النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول لي لبار روح مركي أي سؤال عام لبار روح مسلمين إن أن ما عندنا كلا جيسنه وإن أن إصلاح لين ولا ديني لكن واحد النسي ما جزم سدح مال موت بل النسي سدح مال موت قفكو عردي سو سود الجين كلام حال واسدح أنت أبو بنا اللي يقول سود الجين كلام عن معاذ ابن أنس حديث فرتني الضباط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حل يقول النبي انه يري من كظم غيظا قفكي عرى قرية ولا كلمة كظم وعبر عرضوا طبعا سيدة مركة بيو مركة كركرة يعني وكا المدة ما كلية فركة وانو مركة صوتور مركة لو الريحة فأرأتي حلقة يا بقى ان بيها شو اي ما لها كالانتي كبحان ادي هو قبال كظم مركة وقفك انو يسعبريو من كظم غيظا قفكي عرق ريا أعب ريا وهو قادر على أن ينفذه أو على أن ينفذه أي والحال هو قادر سوى كاريكر على أن ينفذه إنه فليو حيول باكا عريسي سوما لرباحتك يصول جاري كرتا وديلي كرتا وحد دون داكو سمين كرتا هو شيء معرتيني كده حيصان ديك رغاق وجيك أحمد السمر الضنبي guri uu ku burburi kara yani qofka aradaas wixii ka keenay inuu fuli uu kari kara marka wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaba qofkii aradiisa qariya isagoo kari kara inuu meel mariyo fuliyo daaahu allah ilahi ba uyera subhana wa hafnanti sae wa taala sarreye ala ruus al khalaiq khalaiqda meel joogan ومن أنو كم غني ما لسوا يردون يوم القيامة تجد ما ينتهي حتى يخيره إلى دور قليو من الحور العين أو ينكع حور عين تأ ما شاء وخذون إلى أن تؤي يوم القيامة وحده دونا إنك هب لسوا ميدها عرض سبري حكم يسوا ميدها إنك ما عرفتي أي عرضوا أن كسد على المتي سوا ميدها الضوات أنت صحور عين إليه سبحانه وتعالى كهرني مدى دون تقاضوا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
حديث أفرتني سيدي عن أبي هريرة رضي الله عنه حل قولي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نبا النبي قال كيري أوصني إيدر دارا، قال له لا تغضب عاروني، فردد مرارا يوصني إيدر دارا وحفل يا إن جملة عصب وين عصب لو شيء جدا مثلا، لا تغضب عاروني أوصني لا تغضب عاروني، النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب بي عاروني، رواه البخاري. لو مدبا كو النبي صلى الله عليه وسلم طبيب وهذا اختر ونمو البعض نبا أول ما نفعل إيه دردارا مركز اللي بدأ الوالد نبا أول إيه دردارا صلاة ده وقت كده إلالي نبا إيه دردارا حول ابن آدم سكي إلالي نبا نبا حقوق شيء جيه معنى إذا مركز دردارا كاس وعمر ربما كسر قعيني هاي قفك كان هلك باهيدي سؤيته هدو قفك الكلول ويهي حقا يالا قاقا إيماني لكاس حقا أولي إعداء هدو يقف دك دك بدن ولو هدو الكرد يقو هدو يقف ضيعات بدن وريركي ضيع عين ور ريرك هاقا كفكر هدو قعان أدقيها قعان تهفر راتو هدي سلاد وقلب قلب أيته سلاد وقت تجي إلالي نبي قال فضل ما شكل هلي هدو نين كان أوي ميت دردارا كان نبي قوي سيو وحوها لا تغضب حيدها مرك عرضو دوت كوا كان نوع قف عرضي سو يسو دك دك تاجرت مركي وعرانيا وإتابة فرتا جارتي دي جنس ومالي مركي نوع ويكتغي سابعش وحير هدو أركو وإزجلي جب كيو ما لكن مركي يباش ويكتغي ساب كيو حركة سحبت كو وقع هذا وحبا إني دحمد ماركتي ألم بودين قف عرضي سو آد بقدم بيصان ما عروضه ولاس قفك وقدم بيو عروضه لكن هدو عروضه صومالي في الدنيا باكستان هدو عروضه وحسو علين كلام له قالوا كرتي الدنيا قالوا كرتي يعني ما محي مركة وقف على الدنيا أدو فقت قف كسر دحات على الدنيا سوى دك دقيسة مركب عروني لكن دك دك رالي كمان نقضه يهروك وكدوين زمان دك دك رالي كمان نقضه قف كأفراد أوفي عن وقفك عرضي سؤال دمبيش هراك ما عروضه هدو عروضه مركب راضي ونقمه وأفرتها من عندك مركب حيث سريع الغضب سريع الرضا مركب عروضه مركب راضي ونقمه بطيء الغضب بطيء الرضا ويدم بيسا عرضي سو هدو عروضه طبعا هذا يعني شيء سرو دمبيه مركب بطيء الغضب سريع الرضا هي واحد جرى لك هو نكسن حد عتن ما نوم حي وبطيء الغضب سريع الرضا كاس هو نكسن إن ونك وضم بعراضة النغضة مع روري مربو لح كصدعة وان لكن وغريب إنه عراضة هدي أي دعوة كوالك إلى بين آدم مركيبة باشو إسكه المعمل ما ها قف عقدة يسمى ما وتنبع وتاجني ما أنتي هبلاء هاي دي قف بس إنه واحد وينه مركيبة باشو نظيف كان يقول وانا دعي كرتا قولوا يا مركا جوكتي مركي هيرك اسقطو كله ما ان ان ديسس لا سلا صبح ما لين فلان حاصل ما يصير ما لين فلان قف كاس عفس موسع عفس يعني عفس وعفس. الحديث 49 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه ما يزال البلاء بلد كزول ميسو بالمؤمن إن يكوها بسنيسو والمؤمنة مؤمنة ديبا في نفسه أي بلاكو إيمانيسو نفس الديس ولده يحول عليه وماله حوله حتى يلقى الله إلى إلهي كلكل مو والحال ما عليه خطيئة إذا وح قفا ودنبي أنا وذا يعني ما محب مر علي وقال يسا وكان لا حن مارك وكان لا حن يساكدنا يالك يكدمنا حالها يكدي مرجع أنت مر مرة حمر مال بعشا أفرت جيسي كاجي من النساء لكن شال محن صوت المان حديث محن نوت المان ته دنوب تيا هو ما نسا سيدا عليهم هجيدو هو هو بتاعنا كا مركا مركا صي مصيبة ماذا حلقة جرى يا دمبي دمبي إلا مركا دمب إله إلا كل أنت أذن دمبي بقى المان يوم القيامة مركو قف أركو قف إلهي والدنوب تيس أو ترتري مصائب درتي كتبت قفل بوحو تمنى انه الدهور ادوين انت انجوك محي مصيبة وانه قوي ضدك سريرت صارا
inta soo sano koomaha ku jiray. Macnaheeda ma Ilaahay subxaanahu wa ta'aala halka uu iska dhigay oo aan ka fadli badanna kun jeerba maalin walba waxay ku jiraan dembigooda saas u hoobanaya maalin walbaba. Halka adigu markaan waddada marayno intaasoo dembi ay dusha naga saarmayso iyagu dembigooda u daadanaya, kan birta ku socda dembigiisa tirtirmaya, kan maaragtay wiilchairka ku socda dembigiisa la tirtiraya, kan argagaxsan dembigiisa la tirtiraya, kan xabsiga dulmiga ugu jira dembigiisa la tirtiraya, kan gurigiisu mushkilada ka jirta dembiga la tirtiraya, kan owlaaddu ay dhibaato dembiga la tirtiraya. Laakiin mar walba waxaa la rabaa inuu qofku markii masaa'ibta ay timaado in Ilaahay subxaanahu wa tacaala un maaragtay uu ikhlaas uu kaaga dhigo oo samarkiina Ilaahay ku siiya, Ilaahay la barya. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. نبي أيوب مركي لك أكيم ما دهن إله ويقات لكن أني مسني الضر إله لبا إسوه قارئ مركاس القرآن كوحدة نحو إليه وأنت أرحم الراحمين إنت نحريستنا أضع أبون حريس بغا إله ويقات إله ما دهن معناه حتى هو كحي الشاضي حيالا لين وحاكا ضرك يمصيبة يبلد قفك كوها بسنيسا يكو إيمانيسا وقراد قفك loo tolay oo la rabay in la dalacsiiyo dadka kale marka laga koryeelo. Marka istaara sare qofku uu gaaray inuu yiraahdo hoos ii dhig, xoolaha hoos iiga dhig, hantidaydii hoos ah loo dhigo, qof dhahaya markaa bal qowl ziyaada u raadinaya inaan halkaas ziyaada ku jirta. Xadiis xasan saxiix buu tilmidi yiri, rawahu tilmidi waqaala xadiis xasan saxiix can ibni cabaas radi allahu canhuma, waxaa laga wariyey qaala inuu yiri qadima cuyaynatu bni xisn ninka lileh ayaa yimid, fanazala cala bni akhiihi wuxuuna kusoo degay wiiluu adaar u yahay alxuri bni qays, oo magaciisa xur ibnu qays lagu magacaabo. Cuyayna ayaa markuu yimid wuxuu usoo martiyey wiiluu adaar u yahay lagu magacaabo alxur ibn qays wa kaana min annafar aladiina yudnihim cumaru, wuxuuna ka mid ahaa kooxda cumar uu soo dhaweysan jiray radiallahu canhu. Wa kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara radiallahu canhu wa mushaawaratihi kuhuulan kaanuu aw shubbaana. Quraa'duna waxay ahaayeen dadka fariista majliska cumar ee la taliyaasha u ah aw la tashto ama iyagu dad garmadow ha noqdeen ama dhalinyaro ha noqdeen, dadku saasay ahaayeen. Bimacnaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo wa kaana yudnihim min annafar aladiina yudnihim cumar, min annafar aladiina yudnihim cumar, wuxuu ka mid ahaa dadka cumar uu soo dhaweysto. Maxaa laga wadaa? Cumar wuxuu dad kusoo dhaweysan jiray, ma reer buu kusoo dhaweysan jiray. Wuxuu dhihi jiray qolo walbaba kalamkeedu waa inuu xirmo oo nambar walba waa in la ilaaliyo. Reerkan hebel baa ka jooga, reer hebel ka joogo laftaan waa in hebel ka joogta miya? Maya cumar waxaas uma wali, waxaas qawaaniintaas cumar kuma shaqayn jiray. Wuxuu ku shaqayn jiray yaa qur-aanka yaqaan. Ilaahu hal reer may wada noqdaan, oo hal laf may wada noqdaan, oo hal jili may wada noqdaan, oo nimo wada dhashay may wada noqdaan. Qofku qur-aanka hadduu yaqaana meesha la keena. Laakiin annaga booskeenaa maqan, kootadeenaa maqan, oo uu rabo nin caalimo meesha markuu fadhiyo isagoo mid jaahili inuu keensoo rabaa, isagoo reer ku buuxinay oo rabaa inuu ka dhigo shuqulkii baarlamaanka oo kale. Yani bimacnaa cumar bn khadaab radi allahu canhu wa kaana min annafar aladiina yudnihim cumar, marka leeyahay waa lanoo sharxo waxa wa kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara wa mushaawaratihi kuhuulan kaanuu aw shubbaana. Quraa buu soo dhaweysan jiray, maxaa qofka qur-aanka yaqaan? Qur-aankana maaha qur-aanka layska durariyo oo hadmanka hadli shicri, maaha qur-aan macnihiisa wato tafsiirkiisa wato axkaamkiisa wato oo fahamsan yahay qofka, dadkaasu soo dhaweysan jiray. Ilmihim faqaala cuyayna libni akhiihi, marka cuyayna wiilkan adeerku marku kusoo degay, wiilkan waa nin darada sare maanta taagan, yani majliska amiir almu'miniin buu xubin ka yahay. Marka xoogaa wuxuu weydiisanaya, marka cuyayna hadla wuxuu yiri wiilku adeerku wiil hadla wuxuu yiri yabni akhii, wiilkan adeerka u ahayow laka wajhun cinda hada alamir, amiirka kan cumar bin khataab agtiisa weji baad ku leedahay, nin la yaqaan baa tahay, nin waxaa tahay majliskiisa ka tirsan. Fastadinlii calayhi, iga idan qaad, waxaan rabaa inaan la kulmo
والله فريسان ربايه ادو كو يقانا لا تلياشي سكم اله اجل هضل اصاد اقول هي لا بصمه ما كان مالتك تن انا دور حفيزك كان نيك الجوجه نينا المعذر ما هي من اذار كاي من اذار واحد بقى الجوجه اجل هضل انت مسؤول كوزير اجل هضل اجاسيمها اجل هضل ان الله فريسان ربايه حوجه اي رادي ولا هضل اذنه الحر بن قيس وحي اديركي وكضل بضي وسميه او عمر بن الخطاب بن الله الحيري اذكر يا ربي وكل كل فاستاذن فاذن له عمر عمر رو قال هذا اي ماذا بي. فلما دخل وضيع محو الرمي من بديك مقبه مركو صاقل قال له هيه يا ابن الخطاب هيه ما شك لي هيه فوالله ما تعطينا الجزل احبذ النمسيس ولا تحكم فينا بالعدل عداله انكم حكمت نيكي بلانت الله سو هبي او الباب كان لغا فوري او جرافيشن كو سو غلي او ميشا لا كاناي وليدي هبلو ما عرفت ما انت لا كولن مركي بو اسكو قاد امير المؤمنين اللي مهما قرن كرواني مي كيمد منافقت يحمي قال سيت وحي وامسي وشاغي صحي خلط بو ميشي هذا عمر الخطاب لو يري هذا ماها عمر الخطاب ما انت عداله دار لو شيغان ما هذا كنجر بو خلدنيه لكن اسا مهمة إن وح شيء مهمة فغضب عمر عمر وعرود رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به إلى كوسكتي أنه شقك قبط أن يوقع به عمر الخطاب من دري يربع مال أطال درون يربع مال وقع سنه ضد كل الذي عكرا أما ضدك كأدي يجي كرا عمر الخطاب وعرود فقال له الحر ويلك مركة كان أذلك كان وحا صابت أه وأنه ماشي سواء كان أحكى لصامه استقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إلهي في النبي سكويري خذ العفو عفس كقاض وأمر بالعرف ونا قفر وأعرض عن الجاهلين الجاهلين تكسيجيس كم وإن هذا كان من الجاهلين الجاهلين تكمد سكجي كجيسو مركن أذارك إيه مركن مطال أذارك إلا بدبادي وحالكم مركن قال والله بوليه نك حديث نورين وابن عباس ما جاوزها عمر حين تلا عمر ساء ما دافل مركو أيد أقري وكان عمر وهو وقافا متي كو استاغا عند كتاب الله إله كتاب عمر خطاب سكستو وحنا قصي هذه آيات لو أقري آيات داس مركو ما دافل جدا عمر قران كو لوينا وحموجين دتك الله تستاهل القران ولوينا وحموجين مركي آيات لو أقري هلكا سوكا كاري عمر الخطاب آيات كو أقرس يعني عمر الخطاب لو ما شاك أنه أد أقول الله أو يا ما أردتي بحشو يكسوه الرئيسي دعني أقطع رقبته إيه ده يقول لي حانا قوارتك الجري إنه ليه جل آيات هذه اللي هو أقرس عمر الخطاب ملكا سيادة ملكا سكو دلالة جل بدليل إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم مركي لسل الله مري نبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو دنتي صلى الله عليه وسلم عليه عمر الخطاب حقا ويكو أتكاتي إنه أقبل نبي قاعد دنتي سو دي يا دي كرا اتعون خطاب كو اغري وما محمد ابو بكر باكو اغري وما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسل فان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيء عن خطاب مركو ايات مقله خلاص هلك سو دغ وان كودا عن خطاب ايات يقول لو اقري هلك مركه قصد كمحوية قفك انو عروضه ما هو خلدن حتى سو شيغني قفك اسميسن بن ادم لكن مركه عرضوا أي تماضه وإن لو هكين كره وإن وح كو استاجين كره لهال عمر الخطاب آية داسا وكف الله أنك عرض سام أبنا يسان مارك يرام حالي والله ما أنت هود يعني عام هدي الأقري حتى إن المنك دافع بكله هدو كوسي الشيقي إنه صوران كده يسدون هود يعني عام هدا دغس بكله لو هذا صورة بصادفة يوانا عمر الخطاب من هل آيات بفريس السيئة مال كو استاجي صورة العراف آخر كذا إن كان نقول هود يعني عام والله الصورات بوسكو سو قاد او فرواي موسى الاستاغ رواه البخاري حديث البخاري بقول عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال قال يا اي انها صلى الله عليه وسلم انها شاني وقصه ستكون بعدي ان يجد شيء وحا عن دونا اثره سد برسي بقى عن دونا وامور والاركيد انت تنكرونها ديدان يعني معنى وحا إيمان دون وقتي نوبا
intiisa uu kiisto oo lagu boobo oo booskaaga la qaado oo shilimaadka lala kaco oo hebel iyo hebel ay isku maaragtay isi siiyaan mas-uuliyad hebel iyo hebel xoolaha iyaga keligood ay qaataan oo adiga meel lagugu buuso oo athara iman doonto, sadbursi baa iman doona, wax badan oo diidaan baa iman doona aakhir zamaanka. Qaaluu yaa rasuul allah famaa ta'muruna, maxaadna faraysa hadaba. Qaala wuxuu yihi tu'adduuna alxaqa aladii calayk, waxa idinka laydinku leeyahay xaqa horta guta, adiga waxaa gudo. وتسألون الله الذي لكم إلى هنا ودي سر سامح محك إنك ألي يعني معنا وحا إيمان دونا دولة إيمان دونا حكومات با إيمان دونا مامولا إيمان دونا مركا أثار إيمان دونا إن كان ماشي الجوجا إن أدرك يسوع كا كسنة تيجي سو ماشي كان سنة أولادي سو ماشي الجوجا إسلام تي سو ماشي الجوجا ولاك يو ماشي الجوجا أنت كلا نو إسكن ريحية أنت ريحك يسوع صور وسنة كوك كلو ريحية حالا ده مركا لجاره النبي صلى الله عليه وسلم سيف هلا قاتي كايس هلا قال اي وحل بربري ما دي هنا لانه لو ان اورك ومهم الا الى لي انه مد انا فوضى جني ومهم ان رد لا شق ومهم ادو هرت نينكا كان خوغا سي كو بوساي كو سد برصدي خولها اي لا وريغي وحو كو لي ادو غدو تادر الى ويديسو الى سبحانه وتعالى اكتسا لا هليا لكن دغال قال معنيه ما مركا الاثر الانفراد بالشيء عمل له في حق إن لقال جوني نقضه وح أما حاله قف حق له أني هذا إسكو درسني كلي على أرضية شركات بعنا قرار بحيث هذه المها قال جيس وجب صدق نيجي كلام إيش وتعني وح كسر ما أنت لا إسكو درسنا ما أنت هذا إسكو دم بيا عارك إيسا وحي ولا ود الدلالة يو ولا ود الشقيين يو ولا ود السمين يو وحي مركي لا سمين يو أي مرض الآن oo shirkadu istaagto oo businessku istaago oo hawshu istaajo xarkaysa saddex nin inay geys ula baxno reer fulan baa jabsal uu leeyahay amal min adeer qolada ima adeer soo ah aya xag ama jilibkaas la kaca maqleysa mana meel kasta la joogo waa meel meel kasta oo la joogo shaqni wadaba inuu reer wax buubsado ama geys ula ordaayo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay hal gaar ah marka adiga adigu inta ku saaran gudo fawdo lama rabo waxnaha kharibi systemka siisa u socdo انت اديك كان مقن الى ويديسو عن ابي يحيى حديثك كنتني لبعض عن ابي يحيى اسيد بن حضير رضي الله عنه ان رجل من الانصار من انصار تكمدا اي قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا ميادا الشق الشق قلينين سهل البعض شق قليس فقال يحيى انكم ستلقون بعدي اثاره ان يجدا شيء مركان انو توي كدب اثر الله كل من دونتان اسد برسي الله كل من دونتان فاصبروا اسك صبر حتى تلقوني الى ادجلك ولنتان على الحوض درك ودرك النبي صلى الله عليه وسلم الا اكل كل من مركا يعني وحاسه امام دونا مركا هلكن وحلت فري معناها قفك انه صبره هذا دركت انه قعد بدحيه وبوسط ادي له قفك الله سيو haddaad aragtay xoolaha iyo qofka la wasiinay haddaad aragtay markiiba hadhihin leesh waxaan u dhacay nabiga sallallahu alayhi wasallam labada xadiis wuxuu nagu faray sabar laakiin hal mar hadii la wada kacay ilaa maya xisbi kale oo kan geeska geliyay hal la sameeyo ama oo tayaar kale ee dagaalamay hal la sameeyo yaa waxba loo joojino maanta magaalada hal u kala baxo hadii la doono wax laga yaabaa in amnigii iyo orderkii iyo nabadii dadka inay daqiiqada markaa aad ku weydaan dadka dhan ba ay wada noqdaan khaasiriin macnaha wax ma soo kordhin laakiin in adiga kaliya wax weydiin iyo ummadoona inay wax weydiiyaan daran wa marka la rabo in caqliga shaqeeyo wa marka la rabo in maslaxata alghayr maslaxata almujtamac bulshada maslaxadeeda in laga hormariyo taada adiga kaliya soo maa kaliya haddaa saa ku dhimatid mushkilo ma leh khayr baa ku dambeeya laakiin kumanaan kale yaanay dhimanin adiga kaliya ku guri waayey soo maa inti boqol iyo hal milyan ay guri waayey lahayn adiga kaliya wey adaa shaqo ku waayey soo ma milyan oo qof intay ku waayey lahayn waa inuu qofku marka muwaasanada uu la iman karo sida marka da diintu nafaraysa oo sida usayd bidam alhamza u in la yiraa usayd wuxuu day bixaa muhmala xaq aan dhibca lahayn madmuuma haddana la godo xu iyo wadaadin mucdama xudayr maftuuxa ee kordhigan wallahu aclam يعني وحو ربا الإمام النووي إنه نوشيغو سيدا اللوغو لواقيا مقعا أسيد ابن حضير
marka asiidna ma dhihi kartid, xadiirna ma dhihi kartid, nabi uuna sheegay marka sidii loo dhibcayn lahaa ama loo shaqayn lahaa. الحديث الثالث والخمسون حديث كنت سدحاد عن أبي هريرة عن أبي إبراهيم وحلق وريب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه مال مالمها كم إذا التي لقي فيها العدو النبي عدو ولقل من مال ودقال قال لك هل ليه عليه انتظر النبي صلى الله عليه وسلم سجي حتى إذا مالت الشمس مركي قرحت أي لعذي قام فيه مركز استاهي صلى الله عليه وسلم وعبار بوك هذه مركي قرحت أي سيل لعيس أبو نبي استاهي خطب لا استاهي فقال بحر يا أيها الناس ضضوا لا تتمنوا لقاء العدو وعبار لا ابتحك شانينا وهتمنين دون ويش ما شاء الله إلا هو عدوين الله كولانتان واسأل الله العافية إلهي وحد ويجي ستان إنه يكبت بادي هذه عدو مهدد النوي ماذا ولقى دقال dagaal lama tamaniyo, dagaal lama raasado. Adag muno yimaad haddaan tusinayna lama dhaho. Xataa haddaad aragtid inaad ka cadadii cudad badan tahay, xataa haddaad aragtid in fursadu muwaati ay tahay oo wax qaban kartid, lama raasado. Ilaahay waxaa la weydiisaa inaydan dagaal gelina, in idinka iyo cadowgiin aad kala badbaadaan ilaahay weydiista. Taasaa la weydiisaa. Fa idaa laqiituhum marka, haddii ay dhacdo inaad la kulantaan, fa idaa laqiituhum haddaad la kulantaan, ilaan قدر با جسته فاصبروا مر كان عيها وحكا دينا او جكسدو عدكيس واعلموا اغادا ان الجنة جندي تحت ظلال السيوف سيفها اسيدتان هرركود هوستي دي جندو احاد سيفت مر كر رواق هذا سو هر ملا هر كابا يكوه سيسا جندو النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي النبي مركا سيري اللهم يا الله منزل الكتاب يا منزل الكتاب الله كتاب كسود الجيو ومجري السحاب ومجري السحاب الله صحاب كاس يضرورة سعسيو وهازم الأحزاب ويا هازم الأحزاب الله هو أنت جبيو اهزمهم جبيكوا وانصرنا عليهم نوغهيلي متفق عليه بالله التوفيق بوليه الإمام النووي متفق عليه حديث البخاري مسلم باوري معنى ومحي أدوه لغاها كرة سنة دقالكي هنا تمنين يوم يا لها هديهن ما عند قال قالنا حق قاسي كرب حين كذا وردنا ما أنت تكفوا أنك تكفوا وبمعنى إله عافي عافي ويجسيم إله نكب نكب بدبادي لكن هداي بعضه اللي شوي ما مركا عافيا ويجسنا يا ما مركا وأردي يا ما إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هل كي نكسوا هذا إن لأرضه ولا دبر جيريو iyadoo maalinku uu yahay maalin yoomu zaxfin uu yahay dagaal uu yahay oo ciidanka la isaayo waxay ka mid tahay dunuubta teeda waaweyn ina sabci muubiqaad ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu tilmaamay wuuna tilmaamay ma banaana in la ordo ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia qofka inuu si taktiiga uu leeyahay bal xoogaa cadowga sir oo intaad u caga wareejisid u carar suu ku mooday inaad cararatay markuu isdhigtana kadib ku soo rogaal celi mooyaane si kale dhabarka looma tusin karo cadowga marka la joogo waa marka inta marka dagaalka lagu jiro oo bilowdo laakiin inta ka horreysay fagfag fara badan lama galo oo intii ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisan karo inuu ka ilaaliyo ayaa la weydiistaa kaahi nagu istaago ilaahuna billahi tawfiqa.